نسينا ننبهكم إنه كنا على وشك الانقطاع. الله. هل تسمعوننا؟ دكتور. طيب كويس، خلينا بس نشوف بقية الشعب جوينينج. كنا عم نتحدث قبل الانقطاع على إنه the viscosity is a measure of internal stiffness of the fluid and is caused by cohesive forces between the molecules in liquids. Cohesive forces اللي هم forces of attraction بين المولكولز وتخليهم يلتصقوا إلى حد ما مع بعض. وبالغازات اللي هو المولكولار كوليجنز، الأتومز لما أو المولكولز تصطدم ببعض، كل ما الاصطدام بينها وبين بعض زاد بصير الفيلوسيتي تاعتها، عفوا مش الفيلوسيتي، الفيسكوسيتي تاعتها تزيد. طبعا هذا مباشرة بإمكانكم تستنتجوا استنتاج منه. الكوهيسيف فورسز، قوة التجاذب بين المولكولز، هي اللي بتحكم الفيسكوسيتي في الليكويدز. والكوليجنز، الموليكولار كوليجنز، الاصطدامات بين المولكولز في الغازات كل ما زادت هي اللي بتحكم الفيسكوسيتي. زيادتها بتزيد الفيسكوسيتي ونقصانها بنقص الفيسكوسيتي. بينما في الليكويدز قوى الاتراكشن بين المولكولز بتزيد وبتنقص الفيسكوسيتي، بتزيد مع زياده الفورسز هاي اللي هي الاتراكتيف فورسز، والفيسكوسيتي بتقل لما الفورسز بين المولكول والمولكول قوه التجاذب بينهم بتقل. immediately في افكت هون اللي هو تحت التمبرتشر على الفيسكوسيتي بده يظهر اثرها. مثال بسيط، لما انا بجي طبعا بالمي ما بتحسوا فيها لان المي الفيسكوسيتي تاعتها منخفضه، بس لو جبت مثلا عسل، كلكم بتعرفوا العسل فيسكس يعني لزج ولا زي المي، هو فلويد، هو ليكويد، تمام؟ العسل ليكويد ولا سوليد؟ ليكويد. طيب كويس، عشان نتفق بلاش يكون في حدا عنده في باله عسل من نوع ثاني. طيب هلا اثر التمبريتشر والفيسكوسيتي تعبر عن اللزوجي. طيب لما بسخن العسل برفع درجة حرارته، هل لزوجته بتزيد ولا بتنقص؟ بتقل. بتنقص. ليش؟ لأنه جزيئات تتباعد عن بعضها. مش صحيح جزيئات تتباعد عن بعض، بس هي الموضوع إنه قوى الأتراكشن الكوهيسيف فورسز بين الموليكولز اللي بتخلي الموليكولز تقترب من بعض. لما أنا بعطيها إنرجي بتصير تتحرك بسرعة أكثر، أعطيها إنرجي بتصير تبعد. أنت حكيت بتبعد بسبب إنه أعطيتها إنرجي، ارتفاع الحرارة إنرجي. طيب فبالتالي لما تصير تبعد عن بعضها إلى حد ما قوى الأتراكشن بتقل. تتذكروا هاي الرسمة، هو هيك positive attraction negative إشي زي هيك. okay. فالattractive forces بكون بين أتوم موجودي هون وبين أتوم موجودي هون، أعلى شيء بتكون على هاي المسافة. لما أنا بعطيها إنرجي هذا الأتوم بتبعد عن هاي الأتوم بتصير هون. الأتراكشن الآن صار مش من هون لهون، هاي الفورس أوف أتراكشن. الفورس أوف أتراكشن لما الموليكول صار في هذا المكان، الفورس أوف أتراكشن صارت المسافة من هون أوكي من هون لهون، هاي الفورس أوف أتراكشن قليلة بالنسبة للمسافة هاي على الفورس سكيل، هذا الفورس أوكي. فبالتالي أنا كل ما بعدت الموليكولز عن بعض كل ما صارت الأتراكشن إنرجي بيناتهم أقل. فبالتالي شو اللي بيخليهم يبعدون بعض؟ أعطيه إنرجي، رفع درجة حرارة فبيبعد. هذا على مستوى الليكويدز. على مستوى الغازات لا، فشيء ثاني بيظهر عندي. لما أنا بعطي الموليكولز تاعت الغازات إنرجي بسخنها وبقول ما المسافات بينهم بتبعد، لا المسافات ما بتبعد لأنه الغاز محصور في فوليوم معيني. عندك غاز جوا سلندر، لما بسخنه المسافات بين الموليكولز بتزيد؟ لا بضل زي ما يعني بضل يتحرك. اوكي في حركه، مش انه ما في حركه، بس لانه السلندر تاعي ما نفخ، يعني ما نفخته زي البالون. هذا سلندر حديد،
يعني سخنه اوكي الفوليوم ثابت الى حد ما. طبعا نعتبر انه انسى التمدد تاع الحديد اللي بده يصير عندنا اوكي، وبالتالي بضلوا المسافات البينيه اون ذا افريج بين الموليكولز تاعت الغاز متساوي نفس القديم. بس في شيء ثاني صارت لما انا رفعت درجه الحراره للغاز المحشور في فوليوم معين، شو صار يعني غير الحراره ارتفاع درجه الحراره شو اثره على الموليكولز؟ بزيد اهتزازها. بزيد ايش؟ اهتزازها، فبزيد التصادم بينها. ايوه بتزيد الحركه تاعتها. حركه بتصير حركتها تزيد، فبالتالي الكوليجنز الاصطدامات بين الموليكولز بتزيد. صارت الان الموليكولز تصطدم بعضها بسوء يعني بقوه، يعني الفريكوانسي تاعت الكوليجنز بتزيد. لان بصير الان لما الغاز بده يتحرك لانه اصطداماته كثيره، هاي الاصطدامات بتصير تعيق الحركة باتجاه معين، بتصير تعيقه، فكأنه الغاز هذا لأنه صار مور فيسكس، الفيسكوسي بتاعته بتزيد. فإذا immediately إحنا صار لنا علاقة بين الفيسكوسي والتمبرتشر، إنه في الليكويدز الفيسكوسي بتنقص مع ارتفاع درجة الحرارة، وفي الغازات الفيسكوسي بتزيد مع ارتفاع درجة الحرارة، وبوث الغاز والليكويد both of them are fluids. بس لاحظوا كيف الدرجة حرارة أثرت على البروبرتي اللي احنا سميناها الفيسكوسيتي. طيب هلا there is no fluid with zero viscosity and thus fluid flow involve viscous effects to some degree. طيب هلا في عنا viscous flows, flows in which the frictional effects are significant, in viscid flow regions okay of flows where viscous forces are negligible. لاحظوا ما حكينا انهم زيرو وانما قلنا negligible، لانه دائما في عندي some viscosity موجوده، viscous forces موجوده بصير اهميتها. طيب هلا في برضه more definitions يتحدث عن internal flow واكسترنال فلو. internal flow زي flow of a fluid inside a pipe. External flow زي flow of a fluid around an object. مثلا تخيل انه هاي مثلا طابة تنس وفي هواء ماشي حواليها. هلا مش ضروري الهواء اللي يكون ماشي، ممكن الطابة اللي ماشي من خلال الهواء. بصير انت وين الفريم اوف ريفرنس تاعك؟ هل انت بتعتبر الطابة وين كانت هي اللي عم تتحرك بالنسبة لك انت كمتفرج خارجي؟ تقول الطابة اللي عم تتحرك، صارت الطابة تتحرك بالنسبة للهواء، او إذا أنت جالس جوا الطابة والطابة تحرك أنت ما بتشوف حالك عم تتحرك، إنما بتشوف الهواء حواليك عم بتحرك. يعني مثلا ما تكون أنت بالسيارة ماشي وتمد راسك من السيارة من شباك السيارة، شو بتحس؟ الهواء بيصطدم فيك. الهواء بيصطدم فيك مع إنه السيارة اللي عم تتحرك هي مش الهواء. بس ما عندنا مشكلة بالفلويد ميكانيكس مين الفريم اوف ريفرنس تاعك. هل الفريم اذا كان الفريم اوف ريفرنس هو الطابه نفسها بصير بتحدث عن الهواء that is flowing around it which is the same as لو اني اعتبرت الفريم اوف ريفرنس هو الهواء والطابه اللي عم تتحرك حواليه. بالنهايه المعالجات والمعادلات اللي بتحكم السيستم نفس المعادلات. فاذا عندنا internal flow which is a flow in a pipe or a duct where the fluid is completely bounded by solid surfaces which is this will be dominated by the influence of viscosity throughout the flow field. خلينا نطلع على الـ velocity profile هون. عندي fluid flow جاييني من اليسار الى اليمين. اوكي. اول ما بده يدخل للبايب ابتداء بكون لانه جاييني بهذا يعني اعتبروا هاي الاسهم برا في هذا المكان. جاي flat profile velocity where يعني حوالي يعني approaching the pipe velocity متساوي. فهون هاي عنا ابتداء بكون عندي متساوي دخل على البايب. هلا واقع الحال انسى هذه المنطقة الدخول الأولى أول يعني مليمتر انسى. المليمتر الثاني أو الثالث أو الرابع بيبدأ عنا يتشكل velocity profile. الآن هون بده يكون عنا no slip condition على الدائر. طبعا تخيل هاي ماسورها هذا بايب اوكي، فعلى السيرفس الداخلي تاع البايب بده يكون الفلويد الماء على سبيل المثال ان دايركت كونتاكت وذ ذا سيرفس
تاع الحديد مثلا تاع البايب، وبالتالي ما في سلم. وبس نبعد عن السيرفس تاع البايب من جوا، كل ما ابتعدنا الفيلوسيتي تبدا تزيد. ابتداء بده يكون عندي في الوسط هون فلات بروفايل للفيلوسيتي، وهون عندنا الباوندري لاير اوكي بتبدا بصفر والفيلوسيتي بتزيد لحد ما نوصل للفيلوسيتي بروفايل اللي هو فلات في النص. هذا الزون بيبدا يتناقص اللي هو منطقه الفلات، الفلات اللي هي الفيلوسيتي المتساويه اللي كانت هون من الطرف للطرف، شويه صغرت صارت من مثلا من هون لهون، شويه صغيره صارت مسافه اقل، شويه صغيره صارت المسافه هون اقل، شويه صغيره صارت بس بالنص وبس ابعد عن النص يمين او شمال على الدائره طبعا لان هاي دائره اوكي. الفيلوسيتي بتتناقص، هذا هون بنسميه fully developed velocity profile. الان من عند هاي النقطه وهيك الفيلوسيتي بروفايل يكون نفسه and so forth، ظل نفسه ما بتغير. هذا الزون من هون هيك منطقة الدخول تاعت الفلويد للبايب بنسميها developing velocity profile. لاحظوا developing يعني is still under construction، ما زال الفيلوسيتي عم تتطور حسب اللوكيشن تاعك، في هذا اللوكيشن غير هون غير هون غير هون غير 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 لما وصلنا لهذا المنطقة. هذا الزون الآن الفيلوسيتي ثبتت بفاليوز متغيرة طبعاً ما بين السيرفيس وما بين الوسط، بس لما باخذ لوكيشن ثاني أجد إنه البروفايل نفسه ما تغير. فإذا من هذا من هاي المنطقة وجاي الفيلوسيتي بروفايل صار well developed أوكي، والفيلوسيتي بصير function of the radius فقط وليس function طبعاً هذه لأنه اعتبرناها pipe اوكي اعتبرناها بايب، والبايبنج سيستمز اللي هو سيلندريكال بنستخدم لها عاده شو اي كوردينيت سيستم بالماثماتكس. نسيته رياضيات 201 اخذت رياضيات 200 لازم لانه الديفرنشال ايكويشن مطلوبه لماده الفلويد. لا طيب ما اسمه هي رياضيات 201 مش متطلب للديفرنشال. اخذتوا رياضيات 201 ولا لا؟ اخذنا دكتور. ايوه طيب في واحد متذكر انه اخذ، الباقي ناسين اذا ماخذين ولا مش ماخذين. طيب مر عليكم بالرياضيات مش ضروري بال 201 وانما في مكان ما اللي هو الكوردينيت سيستمز. الأشهر بالكوردينيت سيستمز، أشهر كوردينيت سيستم شو اسمه؟ مش عارفين دكتور اللي هو الاكس والواي؟ لا الاكس واي زد اللي هو الكارتيجن كوردينيت سيستم، لأنك ثلاثة اكسس الاكس اكسس والواي اكسس والزي اكسس والزوايا بينهم قوائم. هذا الكارتيجن كوردينيت سيستم. هلا في اذر كوردينيت سيستمز الجيومتري بتكون التعامل معهم اسهل ما اني اشتغل كارتيجن. يعني لو كان عندي زي هذا السيستم ماسوره بايب اوكي، البايب ها انا نرسمها بالشكل هذا بجوز انتم هيك تفهموها اكثر. اذا بدي احط اكس واي وزد لهذا البايب لانه انا عندي هون دوائر اوكي، اذا بدي اعبر عنها باكس وواي وزد مشكله فيني، مش انه ما فيني بس بطلع معقده النقاط تاعتنا اوكي. فبدل ما نحطها اكس واي وزد بنستخدم اوكي كوردينيت سيستم ثاني اللي هو بكون عندي خلينا نحط نفس السلندر مره ثانيه يكون عندي خلينا هاي السنتر تاعنا مثلا، بصير عندي هذا الاكسس بنسميه الار اكسس وهو قديش انا بعيد عن السنتر، وعندي هذا الاكسس اللي هو الزي اكسس. لحديت هسه صار عندي الزي موجود والواي موجود بس ما في عندي اكس، عندي وات وي كول الثيتا اللي هو الزاويه
اوكي فعندنا ار ثيتا زد. مر عليكم السيلندريكال كووردينيتس يس نو سيلندريكال كووردينيتس مرات بيسموها البولار كووردينيتس. اه دكتور اللي هي ثيتا ونصف القطر كانه شيء الجاذبيه تاعته ار وزد وزد وفي ثيتا اوكي وفي ثيتا. هلا ثيتا لانه هون على الثيتا اوكي الفيلوسيتي يعني ما بتتغير حسب انت وين الزاويه تاعتك لانه في سيمتري اوكي فالثيتا ما بتاثر على يعني انت على اي زاويه يعني كنت هون ولا هون على الزوايا ها يعني على الدائرة هاي يعني معنى آخر خلينا نطلع على الكروس سكشن هذا عم بطلع عليه بهذا الاتجاه أشوف دائرة أنا لو جيت اطلعت على الفيلوسيتي ضمن دائرة وهمية أوكي بنفس الار يعني المسافة من السنتر لهاي الدائرة الوهمية لجميع الاتجاهات نفس المسافة اوكي نفس المسافه الار ثابته الان هل هذول كلهم الدائره هاي تمثل كونستانت ار كونستانت ريديوس نفس المسافه من هون لهون لهون بس هذا الفيكتور اوكي غير هذا الفيكتور لانه الزاويه بهذا الاتجاه غير الزاويه اللي بهذا الاتجاه غير الزاويه بهذا الاتجاه غير الزاويه هاي غير الزاويه هاي بس واقع الحال الفيلوسيتي على في جميع الاماكن هون متساويه نفس الفيلوسيتي بسبب السيمتري اللي موجوده عندي فبالتالي بتصير الفيلوسيتي is not dependent on ثيتا ما بتعتمد وين انا على هاي الدائره اوكي وفي نفس الدائره نفس الفيلوسيتي بس اذا حولت على دائره ثانيه غيرت الار اوكي بتتغير الفيلوسيتي لاني غيرت الار بس مش لاني غيرت الثيتا مش لاني غيرت الثيتا لانه اذا اخذت نفس الثيتا نفس الثيتا اوكي الفيلوسيتي كومبوننت ما في عندي فيلوسيتي روتيشن ما في عندي فيلوسيتي الثيتا دايركشن انا عندي فيلوسيتي حاليا بالار دايركشن تعتمد على الار مش بالار تعتمد على الار وعندي فيلوسيتي بتعتمد على الزد وعندي فيلوسيتي ما بتعتمد على الثيتا وين الفيلوسيتي بتعتمد على الار والزد تعتمد من بداية البايب لحديت ما يصير عندي fully developed flow يعني هذا الزون هذا الزون بيصير الفيلوسيتي is a function of وين أنا بالنسبة للرادياس وين أنا بالنسبة للزد يعني بهذا الاتجاه وين أنا موجود هلأ بالfully developed profile بصير at the same r الفيلوسيتي ما بتتغير معي عفوا at the same z الفيلوسيتي ما تغيرنا يعني الفيلوسيتي في هذا المكان زي في هذا المكان زي في هذا المكان اللي later on موجود and so forth يعني طالما انه ان المسافه من السنتر لهون اللي هي ال r value is not changing الفيلوسيتي انا وين بال z axis في بالنسبه لل z بالنسبه لل z بغض النظر انا وين على ال z الفيلوسيتي is constant بس الفيلوسيتي في هذا المكان غير عن هون غير عن هون غير عن هون غير عن هون هون صفر وهون الفيلوسيتي ماكسيموم طب شو الفرق هون الراديوس بيكون مختلف هون ار تختلف عن هون تختلف عن هون تختلف عن هون صارت فور ا فولي ديفلوبد فيلوسيتي بروفايل ان ا بايب ذا فيلوسيتي از ا فانكشن اوف ذا راديوس ات از نوت ا فانكشن اوف زد ات از نوت ا فانكشن اوف ثيتا طيب نيجي للمثال اللي عندنا التحتاني هذا هاي طابي سفير نذكركم بمادة الرياضيات لما يكون عندك سفيريكال جيومتري ساعتها أنه سيستم بتستخدم لوصف الجيومتري اللي عندك هل بتستخدم الكارتيجن كووردينيت ولا السيلندريكال كووردينيت اللي سميناه اسم ثاني اللي هو بولار كووردينيت ولا في كووردينيت سيستم ثالث يستخدم ثالث دكتور اللي هو هاي كرة
طابة تنس كرة. السيلندريكال لما يكون عندي سيلندر زي بايب بستخدم السيلندريكال كوردينيتس، بس هاي كرة مش سيلندر، وبالتالي بنستخدم شغلة بنسميها السفيريكال هو سفيريكال كوردينيت. أيوة سفيريكال كوردينيت سيستم اللي هو R وثيتا والثيتا وكمان زاوية بسنسيت كمان زاوية بغض النظر عن الرمز حسب الكتاب، أنا متعود R ثيتا فاي ممكن. بس حسب الكتاب كل كتاب الرموز الخاصة هاي R ثيتا فاي اللي هم الأكثر شيوعا ممكن. ثيتا بتكون اللي هي اللفة بهذا الاتجاه، والفاي اللي هو اللفة بهذا الاتجاه، والآر اللي هي المسافة من السنتر تاع السفير باتجاه الـ بجميع الاتجاهات بس مش بزاوية. طيب فمن نرجع نقول internal flow is dominated by the influence of viscous throughout the fluid field. إذا كان عندي زي pipe أو duct، طب pipe يفهمناها شو يعني duct؟ واضح الصورة هاي ولا نعيد الرسم؟ أنا أعيد الرسم. قنوات التكييف، الهواء تاع التكييف اللي عندهم تكييف مركزي. أوكي. بتشوفون بالأفلام هذول بصير واحد يزحف جوا ممر الهواء اللي بيكون عم بيعطي هواء بارد ولا تدفئة ولا تهواي لغرفة في مباني المباني العملاقة هاي الكبيرة اللي بيكون لها centralized ventilation system، يكون فيها ولا شباك بيفتح، وبالتالي طب بدنا يكون عندنا ventilation تهوي، وبعدين في بالصيف بدنا يكون عندنا تكييف، فبدنا ممرات للهواء البارد أو ممرات للهواء الventilation. فهذول بمروا في قنوات مش مواسير ممكن بنسميها duct. الكروس سيكشن تاعه بيكون إما إما مستطيل أو مربع. وضحت شو معنى duct؟ يعني الـ pipe is a special duct where the cross section دائرة، والـ duct ليس بالضرورة يكون دائرة، ممكن يكون مستطيل مربع مثلث حسب شو النظام تاع الـ duct. External flow هو flow of an unbounded fluid، fluid يعني ما في عليه حدود، over a surface such as a plate or a wire or a pipe or a sphere إلى آخره. Viscous effects are limited to the boundary layer. فهمنا شو الباوندري لاير والويك. أوكي الباوندري لاير اللي هو الموازي الملامس له أو بالقرب من السطح. الويك اللي هو هذا الزون، يعني الفلويد ماشي بهذا الاتجاه. أوكي بصير ينحرف بعيد عنه، بنحرف بهذا الشكل. لما تكون مقتربين بنحرف هيك لعند هذا المنطقة، هون في هذا الزون بصير مرات الفلويد يعكس اتجاهه، بصير في عنا زي دوامات وراء الأوبجكت. أجيب لكم مثال على الدوامات هاي. لما تكون ماشي واقف جنب أوتوستراد وتمر شاحني من جنبك، بعد ما تمر الشاحنة شو بتحس؟ هواء إجا عليك، كأن الهواء بيدفشك باتجاه الشاحنة، كأن الشاحنة بدها تأخذك معها، بمعنى آخر كأنه أنت في يعني الشاحنة ماشي بهذا الاتجاه. أوكي الشاحنة اللي ماشي، الهواء مو ماشي، ومع هذا هاي خلينا هاي الشاحنة تاعتنا، هاي الشاحنة وتبر بس عشان أنا مش الرسام القوي هون. خلينا نكون مثلا محمل براد وراها ولا وتبر، وحضرتك واقف الشارع، وحضرتك واقف على جنب الشارع في هذا المكان. بعد ما تعدي الشاحنة عنك، لاحظوا الشاحنة اللي ماشي الهواء مو ماشي، بس الشاحنة تصير عدت عنك. تخيل الآن نفسك صرت في هذا المكان بالنسبة للشاحنة، بتحس كأنه في إشي عم بدفشك بهذا الاتجاه. إشي دفشك باتجاه الشاحنة، مع إنه
الشاحنة ماشي، مش يعني هي اللي ماشي مش الهواء اللي ماشي، لأن لما تكون الشاحنة ماشية بهذا الاتجاه كأنه الهواء حواليها الآن بهذا الاتجاه ماشي، فبصير من الجهة الخلفية أوكي المفروض الهواء يدي في شكل غاد، واقع الحال أنت بتحس أنك اندفشت باتجاه الشاحنة اللي هو هاي الفورتسيز اللي بتصير اللفة، هاي بنسميها الويك أوكي. وهاي بتهمنا ليتر لما نتحدث عن البومبس والكمبريسورز وما شابه ذلك، بصير هاي الويك إلها حالات خاصة بتكون ذات أثر. طيب بس أنا بحب أعلق على بعض الكلمات لأنه ما تمشوا كلمات مش فاهمين شو معانيها، لأنه قد يكون المعنى مهم أوكي، قد يكون المعنى مهم وانت مشيت مفكرها أنه يعني وصف زائد ليس له قيمة، يعني ليس وصف زائد بمعنى زائد يعني بمعنى إضافي. هلا في بعض الأحيان في بعض الأوصاف الإضافية لا تؤثر على الفيزيكال مينينج، وفي بعض الأوصاف هي إضافية بس بتأثر على الفيزيكال مينينج. الآن بالساينس والإنجينيرينج إحنا ما بنكتب إنشاء جاء رجل طويل عريض مش عارف أبيض أسمر إلى بالأخير عم إجا زلمي يعني خلاص. الصفات الثانية إذا لم يكن لها دور، أوكي إذا لم يكن لها دور في السيستم تاعنا أوكي، ساعتها ذكرها وإن كان هي أوصاف إضافية بيصير زيادة حكي بضللنا، لأنه إحنا الأصل ما نكثر حكي ما له علاقة في الموضوع. حتى لو إجانا حكي ما له علاقة في الموضوع بالأخير نختصره. كثير مرات بتجيك مسألة وقول لك كان في مجموعة من الطلاب رايحين من إربد لعمان وحاملين معهم شناتيهم وكذا إلى آخره، واستأجروا سيارة كان عددهم 10 وكل واحد دفع ربع ليرة، قديش بكونوا دفعوا كلهم مع بعض؟ المسألة كلياتها عندنا 10 أشخاص كل واحد دفع ربع دينار، قديش المجموع الكلي اللي اندفع؟ موضوع إربد وعمان وطلاب مدرسي وما طلاب مدرسي هذه أوصاف لا تؤثر على الحل بشيء، فبصير أنت تأخذ النص الكامل وبتروح بتختصره بأنه 10 أشخاص ربع دينار الشخص دفع، المجموع الكلي 10 في ربع ليرتين ونص. نفس الشيء إحنا في المسائل الهندسية اللي بتجينا مرات بيجي كلام بدنا نضطر حطه على جنب لأنه لا يؤثر على الحل، فبالتالي بالأصل أنه ما نحط كلام ليس له علاقة بالحل، بس المسألة بتجيك كما إجت من عند أصحابها، لما بدك تبدأ تحل بتروح بتختصر الكلام بحيث أنه الكلام الزايد شيله على جنب. طيب شوفي عندنا كمان أمور أخرى، حكينا عن viscid و inviscid flow، في عندنا كمان compressible و incompressible flow. viscid و inviscid الviscosity هي المؤثرة فيها، viscosity هي اللي بتتأثر أو بتأثر على الفلو، ذات أثر أو ليست ذات أثر، ذات أثر كبير أو ليست ذات أثر كبير. ذات أثر كبير اللي هو سمينا viscous flow، ليست ذات أثر كبير اللي سمينا inviscid flow أو turbulent flow. هلأ compressible و incompressible. هلأ a flow is classified as incompressible if the density remains nearly constant، بمعنى no change in volume with pressure. إذن صار الحديث عندنا على موضوع الدنسيتي، إذن compressible و incompressible له علاقة في الدنسيتي وليس الفيسكوسيتي. فإذا الدنسيتي تتغير مع البريشر بصير هذا compressible fluid أو compressible flow، وإذا الدنسيتي لا تتغير مع البريشر بصير الفلو incompressible، والفلويد إذا كان حديث عن الفلويد كمان incompressible. هلأ liquids liquid flows typically are incompressible، بمعنى غير البريشر الدنسيتي بتضلها ثابتة. مثال على liquid flows أوكي، مثلا ماء ماشي في بايب، كرود أويل ماشي في بايب، any type of oil which is a liquid ماشي في بايب، البحر أوكي، الأنهار طيب، والهواء الهواء مش liquid، فبالتالي الجملة هاي لا تنطبق عليه، الهواء بتنطبق عليه الجملة اللي بعديها اللي هو الغاز أوكي. طيب الغاز flows are often compressible أوكي، وبالذات إذا كان عندي high speeds
especially for high speed. فبالتالي الغازات انسى كلمة flow, الغازات تعتبر incompressible fluids. إذا كان عندي غاز flow يعني غاز ماشي في pipeline برضو منسمي الفلو incompressible إلا إذا السرعة تاعته كانت شو اسمه منخفضة. إذا منخفضة في السرعة بصير يعني بصير الموضوع الـ incompressibility وارد عندنا. هلا لاحظوا إذا كان الفلويد الماك نمبر تاعه أقل من 0.3 بيكون incompressible. الغازات بشكل عام اسمعوا القاعدة العامة الغازات incompressible إلا إذا ورد الغازات are compressible. أوكي compressible إلا إذا ورد شيء بيغير ذلك. فالقاعدة العامة gases are compressible والقاعدة العامة liquids are incompressible. مرة ثانية compressible incompressible لهم علاقة بالdensity وعلاقتها بالضغط. لما بغير ضغط الدنسيتي تتغير ولا لا؟ الغازات نعم السوائل لا. اوكي احنا في ماده الفلويد ميكانكس تاعتنا معظم الوقت حنتعامل مع ليكويدز والغازات لانهم كومبريسبل هذول شويه ادفانس على مستوى المساق اللي معنا نتحدث باشياء بسيطه فيها بس بيكوز اوف ذا كومبريسيبيليتي فاكتور الكومبريسيبيليتي تاعت الغازات بصير بدها ترتيبات أخرى منعلق كل ما لازم الأمر منعلق عليه. طيب شوفي عندنا كمان أشياء بدنا نتحدث عنها. يتحدث عن لامينر فلو والتيربلنت فلو. قلنا لامينر اللي هو الفيسكس فلو والتيربلنت سمينا في تسمية سابقة انفيسيد فلو. هلا لامينر highly ordered fluid motion with smooth stream lines. شو يعني stream lines؟ تخيل الفلويد هاي مثلا لامينر فلو هاي عبارة عن خطوط لا الفلويد لاحظوا متوازي ما منشوف انه خط فايت على خط ما في ميكسينج بيناتها اوكي فبالتالي هذا الفلو بهذا الشكل بنسميه لامينر وهذا بيكون عاده للهايلي فيسكس فلويدز بيكون عندي لامينر فلو او فيسكس فلو التيربلنت هايلي ديس اوردرد فلويد موشن كاركترايزد باي فيلوسيتي فلكتشويشنز اند ايديز هون عندي مثلا التيربلنت فلو اللي هو الرسم التحتانية أو الصورة هاي لاحظوا بيجي واحد بيقول لأ مبين فيه خطوط عمي هون مبين إنه في ميكسينج ده يعني في حركة مستمرة هون وهون ما فيش ميكسينج وهون مرحلة بين يظهر فيها كأنه ما في ميكسينج ويظهر فيها كأنه فيها ميكسينج هاي بنسميها الترانزيشنال ريجون وصفاتها بتكون كومبينيشن ما بين اللامينر وما بين التيربلنت اوكي طيب شو في عندنا كمان هاي كلها تيرمينولوجيز يعني بتمر علينا بالفلويد ميكانكس بمر علينا شيء اسمه ستيدي فلو وان ستيدي فلو ستيدي وان ستيدي لهم علاقه بالتايم تايم الفيلوسيتي بتتغير مع الزمن ولا ما بتتغير مع الزمن هل احنا بحكي على الفيلوس ليش على الفيلوسيتي لانه هي اللي بتهمني بالفلويد ميكانكس بس موضوع ستيدي لان هاي فلو ستيدي وان ستيدي انسى كلمه فلو ستيدي معناها لا يتغير مع الزمن ان ستيدي يتغير مع الزمن سواء كان الحديث عن فلو زي فيلوسيتي على سبيل المثال او عن تمبريتشر او عن انرجي واتيفر فاذا كان يتغير مع الزمن بصير ان ستيدي إذا كانت الديريفاتيف with respect to time is equal to zero معناها it is independent of time independent of time يعني لا يتغير مع الزمن بمر علينا إشي اسمه unsteady or transient implies change with time transient لفظة ثانية للunsteady لمرحلة انتقالية وفينا what we call uniform implies no change with time and location over a specified region okay فاليونيفورم combines both no change with time يعني steady وباللوكيشن الواحد ما فيش تغير عندي يعني at the same time at the same location الفلويد is عفوا مش at the same time it is independent of time غير الزمن بس ما في تغير في الفيلوسيتي غير اللوكيشن برضو ما في change في الفيلوسيتي صار عندنا uniform flow
بمر علينا إشي اسمه سيستم. شو السيستم اللي أنت عم تتطلع عليه؟ هون نتوقف، لأنه صار تقريبا ثنتين وربع والوقت اللي ضايل معنا لا يكفي الحديث عن الأوبن والكلوزد سيستم، فمن أجل الحديث عنها للمحاضرة القادمة. خليني أمشي شوي لقدام أوكي. عشان نعطيكم assignment، حاكم يعني أنتوا زهقانين في البيوت، فنعطيكم إشي تتسلوا فيه. assignment number one اللي هو chapter one، اللي هو عبارة عن introduction تاعنا. المسائل 1.3, 1.5, 1.6, 1.14 أعطيتكم إياهم اليوم اللي هو 8 مارش، بتسلموهم أونلاين يوم الأحد، عفوا يوم الاثنين القادم، معاكم للساعة 6 مساء. بنزلها على الأونلاين أنا، بحيث أنك لحد الساعة 6 فيك تسلم وظيفتك، يفضل تسلمها قبل الساعة 6 عشان ما يصيرش عندك مشاكل فنية في الأبلود وما الأبلود. فتذكروا فيما يعني مبدئيا بدك تسلم الوظيفة PDF file، ما تودوا لي إياها وورد، حتى لو كانت سكاند حولها لPDF file. الPDF file بتحط عليه ما يلي المعلومات التالية، برضو بحط لكم إياها في الـ e-learning. بدك تعطي الاسم CHE، two 4 H 1. ليش H 1؟ H يعني homework، أوكي، و 1 يعني رقم الوظيفة، بعدين الشحطة، وبتحط هون الرقم الجامعي تاعك. حط اسمك البي دي اف ولا حطه جوا الورقة؟ لا، بجوا الورقة اكتب اسمك، جوا البي دي اف فايل حط اسمك والمعلومات هاي. هذا البي دي اف فايل مش بدك تعطيه اسم، اوكي، اسمه بده يكون هاي بدون اي فراغات بيناتهم، يعني CHE244-H1- رقمك الجامعي بدون اي فراغات بهذا الكلام كله. تمام. يعني كل آياتكم إذا بتدعد كاركترز بده يكون 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10، وأرقامكم كم رقم؟ 5؟ بالضبط 15. بصير 15، يعني بيظهر عندي 15 كاركتر. لا تضيعوني تحط لي اسمك الأول أو الأخير أو تبدل، تحط مثلا رقمك الجامعي بالاول بعدين CHE مش عارف ايش، لا بهذا الترتيب CHE244-H1- الرقم الجامعي تاعك، وسلام تسلمكم. هلا فيما بعد نفس الشيء، الهومورك الثاني نفس كل هذا الحكي، اللهم بدل H1 بتحط ايش، بدل ال1 بتحط 2، وهكذا لحديت ما نوصل للهومورك رقم 9. انا مش متوقع اعطيكم هومركات كثيره، ولا اقول لكم خلينا نستبق الاهداف. خلاص بلاش نعقدكم، خليها هيك. هذا الكود لا وبي دي اف، مش وورد ومش ايمج. اي سؤال؟ نعم. هذا الهوم وورك تسليمه اليوم، تسليمه يوم الاثنين القادم. عشان انا هاي اول محاضره بحضرها، لانه ما كنت منزل الماده، يعني لازم تعذري على حالك عشان كان في تأخير بمادة البرينسيبل، ف يعني مش عارف إذا رح أكمل. تسليمه مارش 15، وبنزل هذا كمان على الإي ليرنينج للعلم، والساعة 6 مساء. هذا الديدلاين، مش تيجي الساعة 6 تسلمه، تسلمه قبل الساعة 6. يلا يعطيكم العافية، السلام عليكم. دكتور بس على الإي ليرنينج التسليمه. على الإي ليرنينج بترفعهم على الإي ليرنينج. يلا السلام عليكم. السلام عليكم. السلام.